سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ محمد توفيق رائد من رواد المسرح، ورائد من رواد الإخراج الإذاعي، ورائد من رواد التمثيل. بنستضيفه الآن لنسأله عن قصته مع الميكروفون. قصتي مع الميكروفون تبدأ بالإذاعات الأهلية اللي نشأت في الثلاثينيات، وكنت أشترك فيها. كنت أروح الإذاعة الأهلية أقول مونولوجات درامية أو مونولوجات كوميدية، وطبعا عن طريق الهواية ما كناش نتقاضى عن هذا العمل أي أكر. مين كان بيألف لك المونولوجات دي؟ كنت بنتجعها من الروايات اللي بيمثلها كفرقة تمثيل في بلدنا القديمة اسمها حلوان، كنا عاملين فرقة اسمها فرقة الفن وعندنا روايات، فكنت أخذ منها مشاهد، وفي مشاهد كان معروفة يعرفها دايما اللي هو زي مشاهد تمثيلية معروفة جدا، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جناي به الدم، وحاجات الليلة بتاعت زمان. وكانت الإذاعات دي يعني بتفتح بابها لأي حد، ولا أنت كان ليك معرفة خاصة بيه؟ لا أبدا، كان اللي يروح لهم يتوسموا فيه انه يقدر يعمل 5 دقائق او 10 دقائق، ده مصلحتهم هم، ولو ان مصلحتهم كانت تافهه يعني، كانوا بيتفادوا قروش من اصحاب الراديوات على هذا العمل. واحنا طبعا ده شهر لينا يعني، النهارده كنت في الاذاعه، دي حاجه يعني كبيره قوي. اكيد. بعد كده بقى، بعد الهوايه دي، قصتك مع ميكروفون الاذاعه الرسميه لما افتتحت سنه 34. انا قلت لحضرتك ان اول ما بدات الاذاعه الحكوميه كان احنا عندنا فرقه تمثيل يشترك معايا فيها الاستاذ حسين فياض، وكانت في مدينه حلوان، وكنا بنعمل روايات بنمثلها في المدينه، فتقدمنا ببعض هذه الروايات المسرحيات الى الاذاعه. كان اياميها يرأس الاذاعه الاستاذ فتحي، محمد فتحي، وكان يساعده الاستاذ عبد الحميد يونس والأستاذ أنوار بن شريف رحمة الله عليه، فقبلوا منا بعض هذه المسرحيات. وأول مرة أنا فاكر رحت قابلت في الإذاعة الأستاذ الكبير عزيز رفعت، على ما أعتقد الأستاذ عزيز رفعت، واتفق معنا على الأجر، وكان أجري مغري أياميها طبعا. اتفقنا أن الفرقة تقدم السهرة ب150 ألف كلكم، كلنا نقسمهم على بعض، يطلع اجر الممثل من 20 ل 15 ل 12، واذا كان دوره صغير نجي له 10 ساكت. انت حتى كام يا استاذ توفيق؟ انا كنت مستأسر لها بقى، كنت باخد 15. انت 15؟ المتوسط، لان انا كنت بتعب. ما هو اللي كان بيقول لكم بالاخراج يا استاذ توفيق؟ جرت العاده ان احنا نقدم المسرحيه دي وحدة النصوص أو ما يشبه وحدة النصوص في ذلك الوقت. كان اللي بيشرف على هذه الناحية على ما أعتقد الأستاذ علي خليل والأستاذ عزيز رفعت والأستاذ فتحي، محمد فتحي. فإذا قبلت التمثيلية نعمل لها الفروضات برضو في صالة من صالات الإذاعة في علوي، ونخش على الاستوديو نعرض المزيكا وطلباتنا فيها على احد المذيعين، ياخذ المذيع او ننقيله احنا الاسطوانات ونديله الاسطوانات ونديله النص، وهو اللي يعمل مقدمه البرنامج، وهو اللي يلعب المزيكا، وهو اللي يدينا الاشاره بالبدء. وكنت العاده ان صاحب العمل او المشرف العمل، وانا في هذه الايام بالنسبه للفرقه دي كنت اعتبر مشرف على العمل، كنت اساعد المخرج للفرقه. طبعا ثقه كبيره منهم فيك، مش كده؟ مش اي حد يقدر يساعد، طبيعي اللي عنده خبره اكتر يعني، اللي ممكن لانه اللي يحط على ودانه السماعه ويسمع اوامر المذيع، المذيع بيقول له انا خلصت المزيكا ابدا، تخش الممثل. دي لابد ان يكون عندك ممارسه لهذه العمليه عشان تمشي على وجه سليم. اكيد طبعا ان شكل الاخراج اختلف تماما دلوقتي،
يعني كان زمان بشكل بسيط جدا. طبيعي كانت العملية يعني مش قادر اقول بدائية، لكن كان على حسب الامكانيات البدائية كانت العملية ماشية. يعني ما كناش بنسجل على شرايط، زي ما بنسجل ما فيش المكانات الكبيرة دي. ومعروف حكاية الشريطين الصلب اللي كانوا في علوة في غرفة التسجيلات، الله يرحمه في هنري المهندس اللي كان بيدورهم. شريطين صلب، شريطين صلب يسجلوا عليهم كل التسجيلات، ويوم ما يتقطع شريط منهم يعني يتقصر يقولوا استنوا لما نلحمه، او يذيعوا من الشريط الثاني لحد ما يلحموا الاولاني. لحد يعني ما ابتدينا بقى غيروا النظام ده بان احنا نسجل على اسطوانات. وكان كل التسجيل البرامج الإذاعية الدرامية كلها على اسطوانات. برضو المخرج ما كانش بقى المذيع، كان هنا بقى المخرج اللي بينفذ الرواية يقعد على الديسك بتاع الاسطوانات ويدورها ويتصل بالاستوديو مع مساعد له، وكانت العملية تعمل على الهواء. على الهواء، انا فاكرة على الهواء ده كان نادر الحاجة اللي تتسجل، وحتى لو اتسجلت بتبقى وقت الإذاعة، يعني وقت إذاعتها على الهواء في نفس الوقت بتسجلها على الصورة عشان إعادتها فيما بعد. ربما بقى ده يكون نقطة للفتيتك للإخراج الإذاعي. أنا ما أقولك أنا اشتغلت إزاي بالإخراج الإذاعي، أشرح لك الظروف اللي خلتني أتجه إلى هذا الطريق. في الفترة ما بين 39 و45 كنت أنا في الفرقة القومية، وكنت عضو بعثتها بعد ما درست السنتين في كلية الآداب إلى لندن، وسافرت إلى لندن ورجعنا. طبعا التحقت بالفرقة القومية، نظرياتنا اللي احنا التقدمية اللي يعني كانت نتيجة لبعثتنا ما قدرناش نحققها، فاتفقت انا كنت انت ومين يا استاذ؟ انا والاستاذ محمود السباع تكون معايا، والاستاذ عثمان اباظه، والاستاذ سيد بدير اشترك معانا فيها، وكوننا فرقه وطفنا بها الاقاليم وطفنا بها البلاد العربيه، لكن للاسف انها ماديا ما نجحتش، وانتهينا بان لا معانا فلوس ولا عمل لان احنا تركنا في مسرح القوم. استمر كم سنه الحال ده؟ من 39 ل 42 اللي 45 سنة. 45 بقى أنا يعني بواسطة يعني زميل حب يساعدني التحقت بالإذاعة البريطانية بالقسم العربي كمذيع في الأول. في البي بي سي. في البي بي سي إذاعة بريطانية القسم العربي. أيوة. إذاعة لندن القسم العربي. أيوة. كمذيع. كويس. والزميل اللي ساعدني في هذه العمليه كان المرحوم نقيب الممثلين الاستاذ محمد الغزاوي والاستاذ محمد البشلاوي. أيه. اللي هو ما اعرفش دلوقتي هو كان بيعمل للاذاعه البريطانيه ولا لا. النهايه عينوني كمذيع، اشتركت في بعض التمثيليات وتوجيه بعض المخرجين اثناء تمثيلها. الجماعة المهندسين والمشرفين شافوا اني انا لي اتجاه كبير نحو البرودكشنز او نحو الاخراج، فحولوني الى قسم الاخراج وتركت قسم المذيع. بيقدموا هناك روايات في الوقت ده؟ روايات. انا كنت بخرج البرنامج للاطفال هناك، برنامج باللغة العربية بيقدم، كل نعمله ملخصات للروايات شكسبير وروايات الكيلاني، ونعمل لهم دراماتيزيشن يعني اعداد اذاعي لها وتخرجها. فاستمريت لحد ما يعني ابتديت اشتغل في اخراج الاعمال الدراما العالميه، وارتاحوا لوصلت سنه 47 الى كبير المخرجين للقسم العربي. عظيم جدا. امال ايه بقى اللي جابك اذاعه القاهره؟ سنه 47 في اواخرها جانا زياره المرحوم مدير الاذاعه السابق يسمى محمد بي حسن. كان جاي زياره للقسم العربي وزارنا وعملنا له حفله شاي، وكل المذيعين العرب اجتمعنا في الكانتين القديم اولد كانتين في لندن في قصر اولدنهام اللي هو كان مقر الاذاعات. الاذاعه في لندن راحت على بوش هاوس، كانت قبل مقرها في اولدنهام، ده قصر بتاع الفايس روي او نائب الملك في الهند.
قصر عجيب جدا ومترامي وغابات وجو هادئ جدا، وخصوصا انه كان اعقاب الحرب العالميه الثانيه، وعلشان كده هو قربوا الاذاعه الى هذا المنفى البعيد عن لندن، ضاحيه من راحه لندن في وسط الغابات عشان يتجنبوا الغارات، شر الغارات. النهايه عزمنا الراجل هناك وشرب الشاي. اثناء شرب الشاي قال انت يا ابني ايه اللي معادك هنا؟ ليه ما جيش يشتغل معانا في مصر؟ قلت له والله انا حاولت قبل ما اجي ان اجد شغل في مصر ما لقيتش. قال لي لا 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 لا. كانت صدفة ظريفة جدا. وبعدها جيت مصر؟ وبعدين لا ابدا. انا بعدها بشهرين بقيت انا يعني ما خدتش الاهمية. انا كسبت اقول للراجل طب شغلنا عندك مثلا، وانا مبسوط يعني مبسوط الحمد لله. بعد شهرين جالي جواب منه بالتعيين كمخرج في إذاعة، وافتكر سنة في ديسمبر سنة 47. جيت بقى في مصر واشتغلت في الإذاعة المصرية، وده أول مقابلة ليا بيني وبين الرواد الإذاعيين الكبار اللي هم مسيطرين على الحركة الفنية من الأجيال السابقة والأجيال المخضرمة والأجيال الحديثة. طب يا استاذ توفيق، تقدر تفتكر ايه اول عمل درامي قمت باخراجه في اذاعة القاهرة؟ طبعا اذاعة القاهرة انا عملت اهم حاجة اللي يعني كان لها نجاح كبير، ما احنا هنقدر يعني مش بقوة العمل يعني كعمل كتب وكاتب، لا بقوة اثر العمل في الجماهير. انا لا يمكن انسى اني او اي انسان ما يمكنش ابدا ينسى بالفضل لوجود الحلقات في الاذاعه الا لاستاذنا الاستاذ امين حماد المدير السابق للاذاعه المصريه. هذا الرجل هو الذي فكر في عمل المسلسلات، وابتدينا نعمل المسلسلات الاذاعيه، وكان من نصيبي انا اني خدت المسلسلات الشعبيه، فاخرجت نعسه واخرجت روايح وسعد اليتيم وحسن ونعيمة، عدد كبير جدا من المسلسلات طبعا ده اللي انا قادر اتذكره لحد دلوقتي. واذكر ان المسلسلات ده هي عملت ضجة في مصر، ضجة كبيرة جدا. في ثلاث حوادث تنسب لهذه الضجة. الحادثة الاولى ان مرة مدير الاذاعة وهو كان امين حماد جاي يطلع الشريفين، ما قدرش يطلع لان كشك السجاير حواليه ناس، افتكر مظاهرة، افتكر فيه هجوم، وقف يسأل ايه الحكاية، يمكن الناس كانت عايزه تشتري سجاير. ما كانش فيه طوابير، انما كلهم كانوا عايزين يسمعوا المسلسل اللي بيذاع اثناء فتره الساعه 5. كشك كان فيه راديو. كشك فيه راديو والناس ما عندهاش اجهزه، الاجهزه كانت قليله جدا، فمتلم كل الحي تقريبا قدام كشك قدام الاذاعه قدام باب الاذاعه. ده بقى يعني دليل قاطع على نجاح العمليه. وقدام مدير الاذاعه. يعني في بعد كده الحادثة الثانية اني مرة يعني ولو اني ده عدم انضباط يعني سواق الاتوبيس وقف الاتوبيس في شبرا لما جه ميعاد الحلقة على اقرب قهوة عشان يسمع الحلقة. وبعدين الناس اشتكت طبعا ولا نزلوا يسمعوا معاك؟ لا ما اعرفش بقى ايه اللي حصل، انما جاء عليها تعليق في صحيفة من الصحف يعني. والحادثة الثالثة اني جه جوابات من المحافظات، هل من الممكن تأجيل إذاعة الحلقات بتاعت حسن ونعيمة من 5 لـ 5:15، نخليها 7 ونخليها 8 علشان دي الفترة العيال في الفلاحين بتنقي فيها الدكتور. يا سلام. يا سلام. فأول ما تيجي قبل الساعة 5 بـ10 دقايق بتلت ساعة بيجروا على البلد أو على القرية عشان يروح يسمعوا حسن ونعيمة. فمعرفش بقى عجبتهم الإذاعة لهذا الطلب ولا ما عجبتهم. قطعا يعني دي منتهى الشعبية. وبعدين ده برضو بيدلنا الحاجة أستاذ توفيق، بيدلنا إلى مدى وإلى أهمية الإذاعة بالنسبة للناس. طبيعي الإذاعة ده عامل كبير جدا وعامل مؤثر كبير جدا في الناس، ولأن كل بيت كل إنسان كل جهاز، أنت بالليل لما تحب تنام قبل ما تنام بعشر دقايق تنام جنبك راديو، ما تقدرش تنام جنب التلفزيون، مستحيل، ولا عينيا تستحمل كمان. لكن الراديو ده ما يفارقش ابدا اي انسان، لا في القريه ولا في النجع ولا في المدينه ولا في... لا يمكن ابدا. ده اداه خطيره جدا من التأثير على الناس، خصوصا ثقافيا واعلاميا.
أستاذ توفيق، إيه تاني من أعمالك اللي تحب تكلمنا عنه وليك عنه ذكريات ظريفة؟ والله من الأعمال الناجحة اللي عملتها في الإذاعة المسلسل بتاع العسل المر، اشتركت فيه كريمة مختار، وشارك فيه الأستاذ الشناوي كمال الشناوي ونعيمة وصفي، وكان من الأعمال الجيدة جدا. كمان عملت المسلسل بتاع حسن بتاع سعد اليتيم. سعد اليتيم، سعد اليتيم ده مسلسل كتبه زكريا الحكاوي، واخده اسطوره مصريه، مش مصريه قديمه يعني، اسطوره شعبيه. طلع منها مسرحيه كويسه جدا، تمثيليه كويسه جدا، عملناها مسلسل واذعناه وكان نجاح كبير جدا. ده من ناحيه المسلسلات، انما عملت من الاعمال الدراميه اعمال كبيره جدا. يعني يكفي ان انا كنت اول من فكر في تسجيل الرواد، فجبت رواد المسرح، رواد المسرح والفن عموما، وانا باعتبار اني راجل يعني اختصاص المسرح والتمثيل، فعملت لرواد المسرح. فاول عمل عملته للمرحوم علي الكسار، وهو العمل كان عايش وله حكايه في منتهى العجب. كان عايش هذا العمل الكسار ما كانش يعرف القراءة والكتابة، والرواية اللي اخترناها كان نسيها. هو مش كان بيمارس الفن في نفس الوقت ولا ايه؟ كان في اواخر ايامه، وجبناه من وهو كبير مع بعض اطراف فرقته، فلقينا ملئن حافظ الرواية، فحطينا للملئن سماعات وحطينا الملائم في خدناه في الاستوديو داخل التسجيل الكيوبك يعني، وخليناه يلقن الكسار عن طريق السماعات، ومهندسين الاذاعه ساعدونا في وضع السماعات على الاذن بطريقه بحيث انها ما تعملش صدى او تبين الكلام، وتمكنت من تسجيل مسرحيه واحده. اما الاستاذ المرحوم زهر الابيض فقد سجلت له جميع مسرحياته، ودير الملك، عصر في بيت لويس الحادي عشر، سيرانو دي برجراك. طيب ريحاني ليه ما سجلتلوش؟ الحقيقه انا ما قدرتش اسجل جميع الرواد لسبب واحد، ان الميزانيه كانت محدوده، ميزانيه التسجيل. فست مسرحيات بتوزرش والمسرحيه بتاعت علي الكسار تقريبا استغرقت المبلغ كله، وبعد كده هو على فكرنا في ان احنا نعيد يعني وضع ميزانيه جديده، ومضى الوقت وما حدش فكر، ولا صدرتش ميزانيه بان نعيد التسجيل او امر بان احنا نعيد تسجيل هو. هي احنا بنفتقد جدا مسرحيات نجيب الريحاني، يعني يا ريتها كانت موجوده عندنا الوقت دي، بلا شك ثروه فنيه كبيره خالص. ثروة فنية يعني للأسف ضاعت، لأن الثروة الفنية لنجيب الريحاني يا ست عاطف، الثروة الفنية لنجيب في نجيب نفسه، في وجود نجيب نفسه، يعني مهما شفته صوته أداؤه شخصيته طبيعية، لو سجلناها يبقى كأي تسجيل عادي يعني، لأي فرقة لأي ممثل تاني يبقى كأي تسجيل عادي يعني. طيب يا استاذ توفيق، انا عارفه ان انت بقى بتمثل الادوار الكوميدي والادوار التراجيدي، وبعدين اظن كنت بتدرس في المعهد بانتوماين، هو اسمه بانتوماين ولا بانتومين؟ مش عارف. الفرنسويين يقولوا على الانجليزي بالانجليزي مايم، بالفرنساوي ميم، لكن في الحقيقه انا مش عارف مين اللي نسب الي نسبه ان انا بعلم التمثيل الصامت البانتوماين. انا بدرس في المعهد نظريات تمثيل، توجيه الممثل ازاي اقدر اوجهه، ازاي اقدر اخليه يستعمل مخيلته، يستعمل حواسه الخمسة الى اقصى طاقتها، ازاي يسير الذاكرة الانفعالية، ازاي يقدر يعمل يعلق او يعمل صلة ما بين الذهن وبين العضل. دي كلها الحاجات اللي هي تكون الممثل تكوين صحيح حقيقي. هرجع فيها للحاجات الرفيعة،
يعني لابد ان امرنه على حاسة الشم علشان اوصل للشم لأقصى طاقته، التذوق، السمع، البصر. فكل ما تتعمل واحدة على انفراد وهي صامتة، فالناس بيفتكروا انها تمثيل صامت، انما هي مش تمثيل صامت، لان التمثيل الصامت يكاد يكون تقليد اكتر منه حس. لكن التوجيه الفني اللي انا كنت انا بوجهه لطلبتي حاجه ثانيه تختلف اختلاف شديد عن البنتوميم. طب قولي بقى سيدي، مين بيعجبك في ابنائك المذيعين ومقدمي البرامج دلوقتي؟ والله يعني الحقيقه انا يعني يمكن النزعه الادبيه اللي عندي بتخليني احب اسمع يعني ميال لبرنامج واحد ومواظب رغم سن المتاخر ده على ان اسمعه، وهو لغتنا الجميله اللي بيقدمه فاروق شوشه. طيب ومن البرامج الغنائيه في حاجه بتعجبك؟ انا والله كراجل من رجال زمان احب برنامج الحان زمان وعايش في الايام القديمه بتاعته، وعايز يعني اقدم التهنئه والشكر على المجهود اللي بتبذله السيده المذيعه هاله الحديدي بنت المرحوم عبد الحميد الحديدي في تقديم هذا البرنامج.